Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui, nous avons la page 39. Donc, de la page, j'ai déjà fait la page, donc on a bisabab nani ghan'aoudou, walakin ghan'aoudou blimpression. Donc, dès que la warqa, hawt n'imprimiha, walakin ghib l'abiyadi ou l'aswad. D'accord? Donc, on va commencer par l'exercice numéro 6. Calcul l'air de cette figure et de deux façons différentes. Donc, la figure, donc, le calcul des airs, des misahat. Donc, شنو هما العناصر الثلاث الاساسيه اللي بغيتي تحسب لي كالكول لي زير ولا ولي بيريمتر. دونك بروميير دي شوز خصك تكون كتعرف الخصائص نتاع كل مضلع خصك تكون كتعرف مثلا المستطيل يتكون من الطول والعرض وان المساحه نتاعو كتحتاج الطول والعرض والخصائص نتاعو انه قائم زوايا قائمه اضلاع متقابله متقايسه. اذا هذا مستطيل. اذا كل مضلع خص لي بروبريتي نتاعو. كذلك كل مضلع تكون حافظ المساحه نتاعو كيفاش كتحسب مساحته. ثم كل مضلع عارف كيفاش كيتحسب المحيط نتاعو. دونك هادو هما ثلاثه د العناصر الاساسيه في الدرس. دونك الى خفا مشات لك غير وحده من هادو، الى غير واحد الحاجه من هادو ما كنتيش ضابطها، ما غاديش تقدر تحسب، ما غاديش تقدر تكالكولي لي سيرفاس اي لي زير اي لي بيريمتر نتاع المضلعات. اذا نبداو بهذا ليكزيرسيس. هذا هنايا خصني نعرف بان هذا كيتكون هذا الشكل من مستطيل. اذا هنا خصني نستحضر المساحه لاغ نتاع المستطيل هو الريكتانجل وكذلك دان تريونجل. دابا شنو هي المساحه نتاع المستطيل؟ سي لا لارجور فوا لا هوتور، عفوا لا لارجور فوا لا لونغور. لا لارجور لا لونغور. بالنسبه للمثلث لو تريونغل عندنا لا باز ملتيبليي بار اش اللي هي لا هوتور ديفيزي بار دو. دونك هادو هما جوج حاجات اللي غادي نستعملو هنا. هادشي الا بغينا نحسبو بالطريقه لا بروميير فاسون. لا بروميير فاسون هي اننا غادي نحسبو المساحه نتاع هذا لا سيرفاس نتاع المستطيل ثم نتاع المثلث على حده اي اون فافير لا سون. هادي بروميييرمون. بالنسبه للطريقه لا دوزيام ميثود، انا غادي نشوف هذا على شكل شبه منحرف. اذا هنا خصني نستحضر المساحه نتاع شبه منحرف. كيفاش كنحسب لاغ نتاع لو ترابيز؟ دونك لو ترابيز عنده ثلاثه ديال لي بارامتر. دونك هنا يلاحظوا المستطيل عنده جوج، المثلث خصك تقلب على جوج. بالنسبه للترابيز لا، ترابيز خصك ثلاثه ديال العناصر. عندنا المساحه نتاعو كتساوي la grande base plus la petite base multipliée par la hauteur divisée par 2. اذا ثلاثه د العناصر اللي خصك تستحضر وتقلب عليهم وتبينهم الا ما كانوش صريحين في الشكل عاد باش تحسب لا سيرفاس نتاع ولا لير نتاع الترابيز. دابا غادي نبداو بلا بروميير ميثود. هي كيفاش غادي نحسبو؟ غادي نبداو نحسبو لير نتاع المستطيل. المستطيل عندي لا لونغور نتاعو ها هي وعندي لا لارجور. إذا سي بيان، دونك جو في ملتيبليي لا لونغور فوا لا لارجور، سيتادير 6 فوا 4 بلوس. بالنسبة للتريونغل، تريونغل خصني واحد لا باز وواحد لا هوتور. لا باز ها هي عندي صريحة باينة واضحة ماشي ضمنية، ما مخبياش في الشكل، ما مخبياش. ماذا نعني ما مخبياش؟ يعني واضحة عاطينا هادي لا ديستونس نتاعها، ولأن هادي ما بايناش ليا. إذا أنا شنو خصني نكون كنعرف أنا؟ خصني نكون كنعرف لي بروبريتي نتاع ريكتونغل بان لي كوتي كي سون اوبوزي سون ايغو. اذا هنا حيت هذا عرض نتاع هذا وهذا عرض نتاع المستطيل، اذا حتى هنا غتكون 4 سنتيمتر. اذا دابا واش عندي لا باز؟ كاينه. عندي لا هوتور؟ عندي. اذا كيمكن نحسب لا سيرفاس نتاع التريونغل، وغادي ندير الحساب ديالي دابا 4 مضروبه في 3 ديفيزي بار 2. دابا هنايا اسك جو بو فير ان كالكول مونتال؟ انا دائما كنبغي ندير الكالكول مونطال قبل ما نمشي ندير الكالكولاتريس. هذا هو الكالكول مونطال مرات كيعرض للخطا، ولكن سي تري امبورطون. دونك هنا 24 بلس 12 3 فوا 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 4 ايتيغال 12 ديفيزي بار 2 ايتيغال 6. شحال لاير؟ 30 سنتيمتر كار. دونك هذه هي لاير،
احنا حسبناها بالطريقه الاولى. لا دوزيام ميثود، لا دوزيام ميثود قلنا غادي نستعملوا شبه منحرف. دونك لا خصنا نبينوا لا غروند باز ونبينوا لا بيتيت باز ونبينوا لا هوتور في الشكل، خصهم يبانوا. دونك لا غروند باز هي هذه لا غروند باز، غروند بي. غروند بي شحال كتساوي؟ عندي هنا 3، وهذا منين غنجيبو؟ من لي بروبريتي نتاع لو ريكتانغل، حيت هنايا 6، 6 زائد 3 اذا 9. لا بيتيت باز عندي ها هي، لا هوتور عندي ها هي. فوالا دونك جو بو كالكولي دابا لير نتاع الترابيز. دونك عندي 9 بلس 6 ملتيبلي بار لا هوتور 4 ديفيزي بار 2. واش نقدر ندير هنا كالكول مونطال؟ نعم نقدر. غادي ناخذ هادي غادي نحسبها تعطيني 15، وهادي غادي نقسمها على جوج تعطيني 2. شحال عندي ا 30، اذا 30 سنتيمتر كار. فوالا دونك جي تروفي لو ميم ريزولتا، سيتادير ان لي ميثود ديالي سون كوريكت. كالكول سون بيريمتر، اذا دابا باغي نحسب انا لو بيريمتر. الحساب ديال البيريمتر شنو هو؟ هو كنبدا من واحد النقطه وغادي كندور على الشكل، ولكن هاد الضلع هذا ما يدخلش. علاش؟ لان هذا ما داخلش. هذا فاش كنتكلموا على المحيط، شنو هو المحيط ديال الدار ولا ديال الحديقه؟ هو ديك الزرب اللي كنسميوه الزرب، هو السياج، هذاك هو المحيط. كذلك هنايا محيط، خصني نتبع هاد الخطوط، هذا هو المعنى ديال المحيط. هذا 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 ونسال، هذا هو المحيط. اما هاد الضلع الداخلي لا يهم. وبالتالي دابا الا بغينا نديرو الكالكول ديال بي لا لو بيريمتر، غادي ندير غادي نبدا من هاد النقطه ونجي غادي. دونك عندي 6 بلس 4 بلس 9 بلس 5، هذا هو لو بيريمتر. دونك عندي 4 بلس، نقدر ندير هنا غير كالكول مونطال، 4 بلس 6 سيت ايغال 10، دونك 19 24، دونك 24 سنتيمتر. وهنا ما عنديش المربع، علاش؟ لان الامر كيتعلق باش بالمحيط. دونك فوالا، دونك كونسيرنون هاد ليكزيرسيس نيميرو 6، دابا غنمشيو ليكزيرسيس 7. دونك هنا هادو علامات بان ديجا درت الفيديو، دونك لاحظتو. دونك كولوري ليكسبرسيون كي تو بيرمي دو كالكولي لو بيريمتر دو سيت فيغور، افيكتيو لي كالكول اي ريبون. اذا هنايا السؤال، خصني نشوف السؤال، لان فهموا السؤال نصف الجواب. قالوا لي حسب لو بيريمتر، هاد النهار ما عنديش المساحه. اذا انا باش نحسب البيريمتر كما قلت لكم، هو محيط يعني يحيط بالشكل. اذا هاد الخطوط المتقطعه ما داخلاش، غادي نبدا من واحد النقطه ونمشي كندور. ولكن قبل من هذا الشيء، الا بغيت نحسب المحيط خصني نحدد القياسات الضمنيه. شنو هي القياسات الضمنيه اللي ماشي صريحه؟ هذا قياس صريح واضح كتبوه ليا، ولكن ما كتبوش ليا كلشي. علاش ما كتبوش ليا كلشي؟ لان كيقولوا هنا خصك انت تكون كتعرف لي بروبريتي، تكون كتعرف الخصائص نتاع كل شكل هندسي، كل مضلع، كل شكل قريتيه. دونك هنايا وبالتالي هذا عندي 10، مزيان. اذا هذا كيقيسو وهذا كيقيسو، هذا لان هذا باين هو معين. اذا حتى هنا عندي 10، حتى هنا عندي 10. هذا 16.3، ها واحد كيقابلو، اذا حتى هنا 16.3 سنتيمتر. هذا قد هذا وهذا قد هذا قد هذا، اذا هادو كاملين اللي هنايا داير عليهم دوك 10 سنتيمتر. اذا هذا 10 سنتيمتر. اذا شكون في هادو اللي صحيحه؟ غادي نشوفوا الاولى. الاولى دايرين فيها 16.3، 16.3 ها هي، مزيان. 10 داروا غير واحد الضلع، يعني غير هذا، وزادوا عليها. اذا هادوك اللي كتبوا داروهم ك هذا التلميذ يقدر يغلط هنا، يقول كتبوا لي هادو هما المحيط، نجمعهم ونلقى المحيط. لا سي فو، لان انت ما درتيش الاحاطه بالشكل ديال كل. دونك لابد تستحضر جميع القياسات. نشوفوا الحالة الثانية، 1.3، أصلا ما عنديش هنا شي 1.3، وبالتالي هذه خطأ، ما عنديش شي قياس هنا 1.3. كاينة عندي 34.1، هاهي. كاينة عندي مثلا 10 في 5، يعني 5 من هاد الأضلاع، مزيان. ولكن هذه ما عنديش سكيفي، هذه صفر. بقى لي هذه، نشوفوا هذه 16.3 في 2، نعم، ها واحد، ها جوج، ها 16.3 في 2. ثم عندي 10 في 6، نشوف واش عندي 6، 1 2 3 4 5 6، إذا 10 في 6 سي جوست. بقات لي هذه 34.1.
دابا اون فافير لو كالك، دونك هادي هي اللي صحيحه، غنديروا ليها الكالكول تا هما حطوها لنا هي الاخرى باش نكملوا عليها باش نلقاو لو بيريمتر. دونك عندنا 16 في 3 فاصله 3 في 2، واش اسك جو بو فير ان كالكول ريفليشي؟ وي، 16 في 2 32، وهذا العدد العشري في 2 6، اذا 32.6 بلس 10 في 6 60 بلس 34. واش نقدر ندير ان نوتر كالكول مونتال؟ وي، نجمع الاعداد العشريه بعضياتها، عندي هذا عدد عشري رقم عشري 10، غنزيدو على 10 ندير فاصله، عندي 1 زائد 6 7، غادي نجمع الوحدات، هادي عندي 4 بلا ما نمشي انا للكالكولاتريس، غادي نجمع الوحدات، عندي 4 زائد 0 زائد 2 كتعطينا 6، دونك 3 بلس 3 ايتيكال 6، 6 بلس 6 ايتيكال 12، دونك فوالا هادي هذا هو لو بيريمتر، ولو بيريمتر كنحسبوه بالسنتيمتر. دونك فوالا هذا هو ليكزيرسيس نيميرو 7. دابا اون باس ا ليكزيرسيس نيميرو 8. دونك كالكول لير اي لو بيريمتر، هنا خصني نتبه السؤال بان طلبوا ليا لير اي لو بيريمتر، يعني المساحه والمحيط ديال اش لوزونج، اذا هنا خصني نستحضر القاعده اللي كتحسب ليا لوزونج، كما قلنا في البدايه لا بد من حفاظ القواعد التي تحسب بها المساحه والمحيط. اذا غنبداو بلير، اذا لير نتاع لوزونج شنو كتقول لنا؟ لو دي لو غرون دي في لو بوتي دي، يعني لو ديامتر الكبير هو هذا لو ديامتر الصغير ديفيزي بار دو، هي القاعده. نشوف واش عندي هاد المعطيات، اذا شنو عندي انا في المعطيات؟ اسي اسي هذا، اذا عندي هذا كيساوي 10، هاد المعطيات مزيان تكتبها على الشكل، لان فاش كتكتبها على الشكل كتحكم فيها. لو ديامتر عندي اوسي، عطاوني هذا، عطاوني هذا، يعني شنو عطاوني؟ نصف القطر، وعاوتاني عطاوني او ا نصف القطر، اذا عطاونا انصاف الاقطار، اذا انا فاش نجي نحسب لا سيرفاس لير خصني نضرب في جوج، علاش؟ لان انا خصني القطر ماشي نصف القطر، اذا هنا خصني نحط الدي شحال كيساوي بوتيت دي، بوتيت دي شحال؟ الا كان نصف الدي كيساوي 8 شحال غادي يساوي الدي؟ 16، والا كان نصف بوتيت دي كيساوي 6 شحال غادي يساوي الاخر؟ دونك 12، اذا هادو هما الاقطار اللي غادي نستعمل، ماشي انصاف الاقطار، الا درتي انصاف الاقطار غادي تكون خطا. اذا غنديرو كالكول دابا، دونك عندنا دي كبيره في دي صغيره ديفيزي بار 2، دونك دي كبيره نو زافون دي كو 16 ملتيبليي بار 12 ديفيزي بار 2. اسك جو بو فير ان كالكول مونتال؟ بوتيتر، غادي نقسمو 12 على 2 16، نضروبها 12 على 2 6، واش نقدر ندير كالكول مونتال؟ ممكن، 6 في 6 36 36، 6 في 1 6 و 3 9، فوالا انا جي في ان كالكول مونتال. كما كنقول دائما الكالكول مونتال افضل من الكالكولاتريس. دونك بي، دابا لو بيريمتر نتاع لوزونج نتاع المعين شنو هو؟ هو 4 في سي، بحالو بحال المربع، كتحسب كتضرب 4، لان علاش؟ من لي بروبريتي، من الخصائص نتاع المعين ان اضلاعه متقايسه، وبالتالي عوض ما ندير هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا كندير 4 فيه، دونك 4 في 10 كتعطينا 40، دونك 40 سنتيمتر، ماشي سنتيمتر مربع، لانه سي ان بيريمتر. اون باس ا لا فيغور سويفونت اي ليكزيرسيس سويفون. دونك هنا شنو طلبوا مني؟ لير، وليني بالار وبالهكتار. إذن هنا واش عندي شي قاعده قريناها في هاد الدروس ديال لي زير لي بيريمتر اللي كتحسب ليا هاد الشكل المساحه نتاعو؟ ما عنديش. إذن شنو الحل؟ هو انني خصني نقسمها الى مساحات اشكال كنعرف نحسب مساحتها. إذن لاحظتوا بان الى بغيتي تحسب المساحات خصك تكون عارف وضابط لي زير نتاع لي الاشكال الهندسيه المعروفه، دونك الشائعه. اذا هنا اللي عندها خصائص، اذا دابا شنو عندي في هذا الشكل؟ عندي هذا عباره عن مستطيل، هذا سي تان ريكتونغل، هذا سي تان تريونغل، وهذا سي تان نوتر تريونغل. اذا شنو خصني شنو نحتاج انا باش نحسب المساحه؟ خصني نعرف لير نتاع المستطيل اللي هي لا لونغور فوا لا لارجور، وغادي نعرف لير نتاع التريونغل اللي هي لا باز فوا لا هوتور ديفيزي بار دو. دابا انا استحضرت القواعد، ارا نشوفو
شنو هي العمليه المواليه؟ عرفت بان هذا ريكتانجل وهذا تريونجل وهذا تريونجل، شنو هي الخطوه المواليه؟ الخطوه المواليه ليتاب سويفونت هو غادي نكتب القيم اللي غادي نحتاج لحساب المساحه. عندي بالنسبه للريكتانجل ها هما مكتوبين، هما كتبوهم الروسهم ها، اذا غنضرب هذه في هذه، ها لو ريكتانجل واجد. بالنسبه ل لو تريونجل واش واجد ولا ما واجدش؟ لا مازال ما واجدش، كاين عندي واحد المعطى غايب هنا، عندي هنايا 75 ولكن هذا خصني حتى هو نعرفو. ها هو عندي لتحت، شنو الدليل ديالي؟ لان هذا مستطيل الاضلاع المتقابله متقايسه، اذا حتى هنا 125 مزيان، هذا 125 وهذا 75 شحال هذا كله؟ لان هذا هو لا باز، هذه هي لا باز نتاع المثلث الكبير. إذن هاد لاباز خصني نكون عارفها كلها، هي 200، منين جبتها؟ 75 و 125، إذن 200 سنتيمتر. عندي لاباز، بقات لي لاهوتور، لاهوتور عندي، هي صريحة، هذا المثلث هذا صافي سي بيان، هذا بيان هذا سي بيان، بقى لينا هذا، هادي عندي 75 كقاعدة، وهاد الارتفاع منين غنجيبو؟ من خصائص المستطيل، إذن هنا 60. إذن شنو درت أنا هنا؟ حددت لي بارامتر اللي غادي نحتاج الى بغيت نحسب لا سيرفاس ديال كل شكل عندي، اولا لاير نتاع كل شكل. اذا دابا عندي وجدت راسي باش نحسب لاير، اذا غادي ندير ا تساوي ونبدا كنحسب. غادي نبدا بالمستطيل لو ريكتانجل، عندي 125 ملتيبليي بار 60 بلس هالمساحه الاولى بلس هذا، عندي 125 لا باز ديال المثلث multiplié par la hauteur 85 divisé par 2، إن مساحة المثلث دائما on divise par 2 plus المثلث الثاني عندي 75 multiplié fois 60 divisé par 2. دونك دابا هنا عندي ثلاثة ديال المساحات، هذه مستطيل، هذا المثلث الكبير، وهذا المثلث الصغير. دابا بقى لي غير الكالكول وغادي نلقى الار، ولكن باش غادي نلقاها؟ غادي نلقاها بالمتر مربع، ولكن هما قالوا لي اون نار اي اون نكتار. دونك دابا نديرو لي كالكول ديالنا، 125 غادي نضربها، دونك هنا لا بد نستعمل الكالكيلاتريس، حيت الى هنا الحساب الذهني غادي يخلينا نديرو ديفولت، دونك من الاحسن نمشيو ايتاب بار ايتاب. دونك 125 ملتيبليي بار كوا؟ ملتيبليي بار 60، دونك كتعطينا 7500 سنتيمتر كاري بلس 125 ملتيبليي بار 85 ديفيزي بار 2. دونك شحال كتعطينا هاد لوبيراسيون؟ دونك كتعطينا دونك 125 ملتيبليي بار 85 فوالا ديفيزي بار 2، دونك كتعطينا 5312,5312,5 plus عندنا l'opération suivante، donc كتعطينا 2250. donc هنايا كاين عندنا واحد لابتيت ايرور، donc excusez moi شنو هي ليرور؟ هنا عندنا 200، علاش 200؟ لان انا خديت فقط هاد الضلع من هنا حتى لهنا بيان سور، دونك خصنا ناخدو كلو، دونك 200 فوالا. دونك يلفو فير تري اتونسيون، لان هاد الريزولتا هادي ديال الفاصله ما عجبتنيش، دونك سكي في اننا دونك غادي نصحو هاد العمليه. دونك عندنا 200 ملتيبليي بار 85 ديفيزي بار 2 ديفيزي بار 2، دونك كتعطينا 8500. دابا اون فيغ لا سوم، دونك غنديرو لا سوم تاع هادشي، دونك كتعطينا في لو ريزولتا فينال دونك 18250 سنتيمتر متر كاري متر كاري متر كاري، دونك متر كاري. دابا غادي نحسبوها باش، دونك لو متر كاري شنو هو في الواقع؟ هو لو سنتيار، وحنا بغيناها بالار ثم بالهكتار. دونك كومون فير؟ دونك حنا في هاد الحالة خصنا نجيبو الجدول نتاع التحويلات، دونك الجدول نتاع التحويلات شنو عندنا في الجدول التحويلات؟ عندنا الهكتار، وعندنا الار، وعندنا السنتيار.
سنتيار هو المتر كاري، وهذا غادي يكون هو الديكامتر كاري، وهذا غادي يكون هو الهيكتو، الهيكتو متر كاري. ودابا غادي نقدروا نحولوا هادو فيهم جوج ابعاد لان المساحه. دابا غناخذ هاد 18250 وغادي نحطها في السنتيار اللي هو السنتيمتر كاري. دونك 18000، دابا شحال غتعطيني بالار؟ بالار غتعطينا فاصله هنا، دونك 182.5، 182.5، وبالهكتار غادي تعطينا 1.825. داك الزيرو كنحذفوه لانه ما عنده حتى قيمه من بعد الفاصله. دونك فوالا سي لا فان هاد لا سيونس كونسيرنون لي زير لي بيريمتر لا ريوسيت دي ماتيماتيك دو لا سيزيام اني دونسينيون بيريمتر.